السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم سيجار معمرين بالكفته وصدر ديال الدجاج. اللي غنحتاجو فيهم المقادير التاليه: غنحتاج الورقه ديال البسطيله، بالنسبه للحشوه غنحتاج الكفته، صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، شامبينيون، قزبر ومعدنوس، ملح، خرقوم، ابزار، تحميره وزيت المائده. غنمشيو دابا للطريقه ديال الحشوه. انا هنا درت جوج طريوز ديال الثومه، بس ما قلتهمش. غندير معطيه، سمع معلقه تحميره، ربع معلقه ابزار، ربع معلقة خرقوم، وقزبر ومعدنوس. غندير الكل يتشحر مزيان ونضيف له شوية الماء حسب نص كاس بما ما طاب الدجاج ديالنا. عاد نتلاقاو باش نزيدو الكفتة. طابت الحشوة عفوا، ونخليو حتى طيب الكفتة مزيان وينشف لينا الحشوة ديالنا. عاد نطفي على هاد الحشوة ديالنا، نزيد ليها شامبينيون، نجيب الحشوة ديالنا استمرنا على نفس العملية حتى نكمل كاع الحشوة اللي عندي وندخلهم للفرن. كما كتشاهدوا معايا سيداتي، السيجار ديالنا هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.